وانا سيد انا سيء عشان هاي لسه في الماين يا عم اصبر بقى استنى ما صورتش يعني دلع يا معض السيد المعظم هو معاه سمكة نادى علينا طلعنا نجري نصوروه ونشوفه لو محتاج مساعدة العب يا معظم اقعد بس يا دوب اقعد بس افتح الفرد صلاة النبي الله اكبر الله اكبر العب يا معظم العب الله نور يا معظم قاعد البقى ايوه كده قاعد له كده امسك قاعد البقى لا ما عشان انت خبال الله يلا تمام السمكة كده دخلت على المراية السمك كده بدأ يدخل على المراية سمك حلو يعني على البركة يا مساء الحق طبعا المايه كلت معانا بعد الظهر يا جماعه يا ريت طبعا بعد ايه بعد كل سمكه كده تيجي رامي ايه الحبيتين الغله عشان تفضل مزود السمك ايه قدام منك اربع حبايات قدام الغماز وشويه حلوين كده على المرايه يعني المياه بدأت تشتغل يا جماعة ربنا كريم يعني بسم الله ما شاء الله سمكة عافية
يا كريم يا رب. المية كده واكلة معايا على الطويل كده. طبعا هي كانت مريحة معايا بقالها شوية حلوين يا جماعة، وجيت لما قصرت الوش اكتشفت ان في سمك تقيل على المراية، فما كنتش واخد بالي يعني، كانت معايا على القصار خالص. طبعا يا جماعة برضو ايه، في سمك انا لسه جايبها اهي على البركة يعني، سمكة حلوة يعني ما شاء الله الحصيلة يعني لا غبار بيها. الله كريم، هنروحوا بسمكتين حلوين البيت ان شاء الله، ربنا المستعان. هنركز شويه انا بقى على المرايه، على الله نعرف نصور لكم، عشان انتوا زي ما انتوا شايفين الايه الشمس اهيت في الدور. لو لقيت نفسي مش هنعرف نصور تبقى دي نهايه الفيديو. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.